الدنيا هونها وش ما خذم منها يوبا قرمش وتقر المش قرمش تقر مش فش خلقك فش فش يوبا وحكوبر فش وقرمش واشربها ترك خليك على طول إذ قربتي عن تقول لا تلتفت مول اللي تحركش وقرمش قرمش ومرمش وفش خلقك فش قرمش تقر مش فش خلقك فش فش اضحك وفرفش وقرمش واشربها تركش اضحك وفرفش وقرمش واشربها تركش يلا ارمش مرة ومرتين مرتين لكل حاجة اقول بعدين خدها مني حبيتين ومدني بوزك مع صبعين 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 اديني لايك اديني اديني لايك اديني لايك اديني هاي كيكارد هاي كيكارد مشيها بضحكة وانجز ركزوا باسلوبك وكي اديله هندي قلب اللي دنيا قلب اللي دنيا قلب اللي دنيا نمشي على السكة تك على تك سوف انا عند دوال الهم قدم طمح ينتم Hello, 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 hi. Hello, hello, قرمش هوية. Hi. Hello, hi. صب القهوة على الجاي قرمش هوية. قلي ولي. قلي ولي الدنيا. قلي ولي. قلي ولي الدنيا. قلي ولي. قلي ولي. قلي ولي الدنيا. قرمش. لا تطالع انتوا هذا انتوا يا سواويق ما تيوزون تسكرون على وادم وتروحون تدلفون ما تسيح لويك انت يا سايق يا تعبان عفوا انت تكلميني انا ساي بعد اعتقد ان الباب طاح يا اللي ضروسك هي اللي تطيح قول امين ان شاء الله يوم انك مسكر علي يعني كاشخ على ابونا سيارتك كشخه انا سيارتي رايحه فيها يا سيارتك تنقلب من هالكشخه لي توك توك اختي انا اسف بس انا الحقيقه ما لقيت موقف وكنت مستعجل فقلت اوقف وراك وبعدين انا حطيت رقم تلفوني على الازاز الامامي للسياره قلت يعني اذا تاخرت تدقين علي بس والله ما تقولي منين ادق ومنين اتصل يمكن ما عندي رصيد يمكن ما عندي موبايل وانا صدق ما عندي رصيد حسبي الله على ابليسك اذا انت عندك موبايلات غيرك ما عنده عفوا اختي انا ما توقعت ان هالسياره تمشي اصلا او ماي جاد انت تهني وتهين سيارتي ايش فيها سيارتي انا ما عندك اختي بس هم رد وكرر اعتذاري وماني قابل اعتذارك وامش ابن فطس شيل سيارتك هذه اللي كانها خفاش واقفه وراي وخلي بنبونه تمشي لا تزعل بنبونه ما ارضى عليها فهمت ولا لا يعيب على سيارتي اي والله هذا اللي ناقص تمشي ولا ما تمشي ايش عرفك انت والله ما يدري يمكن انت صدق سايق وتعبك عربي حلايا فرقك العوي عموما انا اكرر اعتذاري واشجب واستنكر اني انا وقفت ورا سيارتك على فكره انت عندك ذوق باللبس بس بالسياره لا ما شاء الله صايره كاسكو امازوني عموما باي امك ابوي بمخ باي ني 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 كاسكو امازوني
راح ادق واللي فيها فيها. صدق شكلي لو قلت شبد كل من هالسواويك اسمي خالف شكله جنتل. الو الو هلا والله من معي؟ انا اللي اليوم انت مسكر على سيارتي وتهاوشت وياك. هلا 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 حي الله الامازوني. عفوا انت داقه عشان تكملي الهوشه؟ لا لا اي هوشه الله يهداك. انا داقه اعتذر منك على قله الادب اللي صارت مني. لا لا محشومه محشومه بالعكس لا تعتذرين. انا اللي اعتذر اني انا سكرت على سيارتك واخرتك على دوامك. يعني انت الحين مو متضايق مني ولا زعلان؟ لا 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 ابدا ابدا بالعكس انا مستانس ان الصدفه خلتني اوقف ورا سيارتك. صدفه؟ اذا انت ليش كذي يعني مستانس وايد يعني اوفر صراحه. صدقين عاد قبل لا تدقين كنت افكر فيك. شيماء؟ ها؟ ما يقولون ها، يقولون نعم. ها؟ الظهر صايرة مشروع وزة. أبى أقول لك شيء. هل تقبلين أن تكونين شريك استراتيجي بحياتي؟ تبي تشتري جيتي؟ لا لا جيتي ما لها دعوة في الموضوع، أنا أقصد يعني تكونين زوجتي نتزوج أنا معك. نتزوج أنا وأنت؟ إيه؟ ونيف عيلان ونخلق؟ إيه؟ وناس يلا موافقة موافقة والملت؟ لحظة هذه أول شيء دبلة الخطوبة. هاي أجيب لي شوكليتي. لا لا دبلة الخطوبة حبيبتي. وخر دبلة الخطوبة خلنا نشوف. ألبسك شي وخر. وخر أنا ألبس مو إلا أنت أهو بس. وناس تفضلي. تفضلي يا عزيزتي. لا 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 ما يدوسون على البشت ما يدوسون على البشت ما يدوسون على البشت ما طيق بس لسه على بشتي. حياك حياك عروسه. تن 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 تن. اه ايش رايك بشقتنا الحلوه؟ حلوه حلوه. اي جميله. اي يا زتليج. ايه عروس ايه حبيبتي مدام احنا تمنا معاريس اخذ راحتك يا عروسة وفرفشي. بصراحة يبي لي وقت على ما تعود على المكان. حبيبتي شنو الجو الجميل اللي عجبك انا اسوي لك اياه. اوه واو واو شيء مبين عليه كلاسيك. عن اذنك ها؟ لا بانت فيلتش. صباح الخير صباح الخير يا مدلل صباح الخير يا مدلل وانا المعرس اللي يدلل. يا با هذا حق حبيبتي وهذا حقي. يا با اشغل عدل والماي خاف تشرق لها تشرب. صباح الخير يا مدلل. يا با مهم 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 مهم
آخ هذا الريوق وزهبناه، وهذا الريوق وزهبناه وزهبناه، كرواسون، صمون، توست، روتي، اوكي، تشيز، زعتر، رايس، كي اوه. اروح اقعد حبيبتي حياتي عشان تتريق. وصباح الخير شيماء. شيماء حبيبتي يلا قومي حبيبتي، جهزت لك الفطار. شيومة الريوق الريوق جاهز. هم 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 يا حبيبتي. يلا يا بابا قومي. من هني هاي نحن حزة صج ما عنده اتيكيت. صاير من هني هاي اللي ما عنده اتيكيت. حشام عمي عسى ما شر 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 يا حشام شر شر شر. عمتي ان شاء الله انجلطت صار فيها شيء. كان زين ان شاء الله ان شاء الله. ولدك ان شاء الله صار فيه شيء. ان شاء الله يدعم ويوفتك منه. انت ان شاء الله صار فيك شيء. صارت انا يا حشام انا صاير عمي صاير. تعال تعال وانا اقول لك يا حشام تعال تعال. عمي قول لي ترى وغوشتني. وغوشتني يا شنو بعد؟ يعني شغلتني عسى ما شر. يا حشام عمك يبي ينسجن. ترضى عمك ينسجن يا حشام؟ اتمنى اقصد يعني عسى ما شر. ليش بتسجن عمي؟ إيه؟ عاد ابو شيمة انت يا حشام يا حشام عمك مطلوب مطلوب مطلوب. ايش مطلوبه؟ مطلوبه فلوس فلوس فلوس. كم؟ 40 دينار. عمي يا يتمسخر علينا من صباح الله خير. واحد مطلوب 40 دينار يا يركض. حاضر الحين اجيب لك 40 دينار ولا هلو يا هلو. تعال تعال مو بس 40، اقول لك علي بعد اتعب محامي 250 دينار، وعندي مصبغه 10 جنانير 300 فلش، يعني الحساب كله يطلع 1500 دينار. لا انت ظهر عمي مخربط، هي 300 دينار تقريبا. 1200 زياده ايش ماله؟ جايب احلامك انت طوابع واوراق ورايح راد محكمه وتريق وتغدى، شنو تبي نخدمكم ببلاش انا؟ عمي انت المطلوب مو انا. يلا يلا عد يلا اسمع اسمع، روح روح دبر لي المبلغ بسرعه. خلاص انا ابدل وي وياك. صباح الخير يا مدلل سيو سيو. صباح الخير. ايش فيك كذي منفسه علي؟ عيل اقوم صباحيتي من الصبح ادورك ما القاك، تنحاش وتخليني بروحي؟ ما انحشت يا حبيبتي، انا مو صحيت بدري صباحا الساعة 6:30 واذا انا اجهز لك الفطار ولا طق ابوك الباب. هو ابوي طق الباب؟ اي طق الباب فلقى الجواب. عادي ابوي يطق الباب، شو يصير يعني شو السالفه؟ ابوي لازم يطق الباب، حسبة ابوك. ادري انه ابوك، لكن تدري شلون؟ لو يطلع لي يدك 17 عيوني له. زي ما علينا اسمع، دقت امي تبي نروح لها اليوم على الغداء، ذهب عمرك خلص. اليوم؟ اليوم؟ ايش عندك بعد؟ اليوم يعني اليوم، خلصنا ما فيها روح وتعال. عاد اليوم انا مجهز لك مفاجأة. ووج عليك، بعدين بعدين مفاجآتك مو وقتك. حاضر باللي تامرين عليه. الله شال الاتيكيت هذا. عصير مانجا تشربينه بقفشه؟ بعد شلون؟ كيفي بشربه بقفشه؟ الحين الدواء مو يشربونه بقفشه؟ الشوربه مو يشربونها بقفشه؟ انا بشرب العصير بقفشه. علامه ما تاكلين؟ وين اكل انا اليوم؟ شي نومني الاكل كله دسم. سلامتك عمتي، اشوفك عليله عسى ما شر. فيني عله كله منه. ما شاء الله فيك عله كله منه. خفي علينا يا راشد الماجد. لا والله عمتي عسى ما شر. ايش فيك؟ شر ما يجيك، عندي ضغط وسكري وعندي فقر دم، امراض الدنيا كلها فيني يا يمه. لا ما تشوفين شر يا عمتي، بس انت ليش مهمله نفسك كذا؟
لا كذا ولا شيء، كله من عمك. اقول ما عليك منها بس يا نسيب، هذا كل ما قلت لها امسي خل عالجك، تقول انا خاف من العمليات، ما عليك منها بس. انا قلت هالكلام؟ حاشا ما قلت، انا قلت ما ابي اتعالج بمستشفيات الحكومه، ابي مستشفى خاص. انا مو تري ما وديت الوكاله، اودي قراقات شويخ، تبيني اوديك انت مستشفى خاص على شنو؟ على شنو؟ انا ام عيالك على شنو بعد؟ تعادلني انا بموترك؟ اقول يلا عاد بس يلا. يبا يبا خلاص يبا، ايش فيك انت ويا امي؟ قاعد تفشلوني يا معود، اعتبرها موتر وودها الوكاله. اي ما يصير انت بعد، والله كسع لك رنجه، فشلتوني قدام ريلي، ايش بيقول عني؟ واي هلاقه. اي هلاقه. ماكو على نسيبي بعد شبدي انت حبيبي عيوني المركبه. اقول ابيك انت، انت اللي تعالج المستشفى الخاص يا النسيب. حاضر يا عمتي، انا تحت امرك، اودي تشبد يعالجون، اقصد مستشفى خاص يعالجونك من الدعاميه للدعاميه. ليش قالوا لك انا موتر من الدعاميه للدعاميه؟ العموم ما تقصر. اقول يا النسيب، اعطاه الدعاميه، ترى عمك يطقطق بالسيارات، يعني يبيع ويشتري. ها عمي، انت عندك مكتب بيع سيارات؟ طيب وين المكتب؟ انا بالحراي، بالحراي اشتغل. يعني دلال. اي دلال يا معود، انا مساعد شريطي. حاضر حاضر عمي. يمه فيك؟ انا طقيت يا يمه، طقيت. من منو طقيت؟ مجيع تايزن طقني يا يمه. كم واحد معاه؟ ثلاثة ما ادري، عشرة. عشرة الله يسامحهم، الله يسامحهم يا ولدي، الله يسامحهم. عفوا بس شنو اللي طاقه؟ منو هذا مشعل؟ يا اهل فريتنا. ايه زين، ليش تهاوشتوا؟ يعني في شيء، في اسباب معينه؟ اي ليش تهاوشتوا؟ قوم 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 قوم. حسام انت قاعد ما تروح تشوف اللي طق اخوي؟ زين بس اكمل اكلي. خلك لك، قوم روح شوف شغلك. يلا زوجي حبيبي، قوم طق اخوي. يلا حل المشكله. يلا يا عم، زدتك زدتك. انا طقيت يا مسي. يلا يما يلا. ما عليكم ما عليكم، حسام الحين بيحلها، ما عليكم. ايه ما عليه. هذا اللي طقني. بعدين نشتري لك بنك بيري، بعدين ايس كريم، بعدين الحين خلينا نروح نشوف الريال يطقك. لا هذا اللي طقني مشاعل تايسون. وينه؟ كاهو هذا؟ وفي اخوانه بعد منا اثنين في لبنان. بعدين خلينا نخلص من هذا ونتفاهم ويا الباجي. طق الجرس شوف. ما في جرس. مو عيب عليك؟ نعم؟ اقول مو عيب عليك؟ لا انا قاعد اتفاهم معاك، مو عيب عليك تطق الولد؟ قدها انت؟ ايه قدها، ايش رايك؟ لا قال لا قال، اخاف ياكله. ولك يا قال، ايش حق تطق الولد؟ نعم؟ بابا انا ما ابي، انا ما ابي اذيك، وعادي ماني مسوي لك شيء، بس ليش تطق الولد؟ تبي نعلمك؟ راح النسيم. عرفت اسوي فيك الحين ولا لا؟ استسلم. يلا اقلب عليك. يلا شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا من نشيب. الله يسلمك. شلونك؟ الله يهديك. يطول لي عمرك. ما شاء الله كلك اشخد، والوفد هندي جاي زاير البلاد. ايش نسوي؟ ما شكلك كأنك مهراجه. هلا من نشيب، راعي نكته. عاد ها وتقول لي بمشي؟ والله بمشي لاني مشغول حيل. عاد قبل شوي وانا اكلم شيومه بنيتي قالت لي انك تبي تبيع سيارتك، وقلت انا عمك وانا اشتريها. تشتري سيارتي يا عمي؟ بس هذا غالي عليك. عفا عليك بس يا نشيب، عفا عليك بس. انا تغلى علي هالموتر؟ انا يوم اني اعطيتك بنتي ما قليت عليك، اعطيتك اياها برخص التراب. عفا عليك بس. وبعدين انا اتفقت مع بنيتي اللي هي مرتك اني باخذ السياره ب 5000. يعني مقدم 5000؟ هاي بشر السياره كلها 5000، وها عليك تبدل دهن وزيت وشواير، وان كان سويت حادث هم تصلح عليك لمده 10 سنين قدام. عمي سياره قيمتها فوق ال 40,000 دينار، اي ام جي 63، الله يهداك من صدقك انت. خلاص خلاص، حاضر عمي. عشان شي ما ايش ما عاد يا نشيب، قام انك بعت موترك علي، كان انا لاقي لك موتر ابد نظره، استعمال خفيف، استعمال دكتور عيون ما يشوف ابد، نظره 60 على 14، وياي بلك
ب3000 دينار بس. 3000 دينار؟ ايه. حاضر يا عمي، انا موافق، كله عشان شيماء. لا امانه. كفو كفو يا النشيب، هذا العشاء فيك يا النشيب. اوف، هذه سيارة؟ الله يسامحك يا عمي. 3000 هذه، هذا حتى بدينار ما اشتريها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا طارق؟ ازيك سعادة الباشا، عامل ايه؟ وحشتنا قوي. الله يكرمك. الله يخليك. خلي هذا ينظف السيارة. حاضر يا بيه. هذه الجيب، ها معلش، ها من عليا الاثنين، انت تؤمر يا بيه. شكرا. استاذ شاهين، ده الاستاذ حسام. حضرتك حسام؟ اي نعم. انت حسام نسيب ابو زيد؟ وصلت خير، تفضل. انا دازني عليك ابو زيد لاني بصراحه طالبه بفلوس وهو ما عنده، فقال لي روح حق لزوج بنتي وهو راح يعطيك. كم طالبه؟ 3000، وصار له 3 سنين نقزني عليهم. 3 سنين منقزك عليهم، يعني انا متى باخذ فلوسي؟ خير ان شاء الله، متى تبيهم؟ الحين. الحين؟ اي نعم الحين. لا حول ولا قوة الا بالله. بعطيك كل عشان خاطر شيماء. نعيماً. الله ينعم عليك حبيبتي. ايش قاعد تشوفين؟ مصارعة. فيلم. دريت ابوك ايش سوى؟ ايش فيه بعد ابوي؟ ايش مسوي؟ ابوك الله يطول عمره الحقيقة، يعني الله يهديه، ما حول سيارتي اللي شراها مني برخص التراب باسمه. رحت المرور، يعني كنت بحول سيارة جديدة باسمي. تفاجأت ان علي مخالفات 800 دينار. قلت يا جماعة ما يصير. أنا العادة قبل لا أطق السويتش أربط حزام الأمان. قال والله عليك 800 دينار مخالفات. فالظاهر سيارتي اللي خذاها مني ما حولها واستخدمها ومخالفات 800 دينار. ما علي حبيبي، عدة حسبة أبوك ودفعت عنه مخالفات، إيش فيك أنت؟ إي صح، أتحمله، يستاهل يبا. يبا تحت ريول المخالفات. أقول حبيبتي ايش رايك يعني غير جو روح نتعشى برا؟ مو الحين، خلي يخلص الفيلم ونروح مطعم. باكر. باكر؟ وبعد الفيلم؟ اوكي ماكو مشكلة. مليان هالحزة. تيا! فيك عسى ما شر، لا تقول هذا رفيجكم المصك اللي بفريجكم طايقك وتبيني اطقه، ترى كافل يعني منه. لا قاعد اخوفك. اقول ايش داخل، ايش داخل؟ تلفزيونكم موجود؟ ها شغال ينطرك. جيب شاي حب والحقني. شلونك يا نسيب؟ ما عليك. ولدك بخوفني؟ ما خفت منه؟ خفت منه. لا عادي حبيبي. لا لا تفضل. بعد جبدي والله واحشني من موت، ونا من بعدك اموت. من موت؟ تفضل تفضل. قلت لي ياك عادي تدري بعد عيايز. تفضل تفضل. اقول؟ هلا. بنتي وينها؟ كاي قاعده تسامج. حبيبي بعد جبدي، جيب لي رقي وتعال ترى انا جوعانه. حاضر تفضلي تفضلي. اني بلك رقي وقشور البطيخ وقشور برتقال كل شيء. هلا 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 عمي هلا. حساب؟ لا عسى ما شر. ايش فيك عمي؟ لا ادري 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 فاهم وعارف السالفه، مديون بتسجن. لا يبا الحمد لله، انا شدت جوني، بعت بيتي، بعت بيتي النشيب. بعت بيتك؟ هي. وين بتسكن؟ اسكن عندك. عفا عليك، عاد ترضى انا اسكن عند واحد غريب؟ عندك بسكن. لا لا ما ارضى. تفضل. عيل امسك اسفط الموتر بالباركينج. لا لا ما ارضى.
عفا عليك يا عمي، البيت بيتك وكله عشان شيماء جديد.